الهدف بوضوح على ما أعتقد عشان الواحد يكون برضو حريص، هو تحقيق إنجاز تاريخي لإسرائيل متمثلا في فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية. هذه مصلحة استراتيجية لإسرائيل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، هذه حلقة جديدة وأخيرة من الذاكرة السياسية مع ناصر القدوي وزير الخارجية الفلسطينية الأسبق. أهلا بكم معنا مجددا معالي الوزير الذاكرة السياسية. مرض ياسر عرفات ثم نقله إلى باريس إلى بيرسي ووفاته هناك، طبعا كنت يعني مطلعا على أدق التفاصيل في هذا الموضوع حتى في بيرسي، شو كانت الأجواء؟ لا بالذات في بيرسي، لان انا الحقيقه ما كنتش في رام الله في فتره لا المرض. مش في رام الله بس كنت مطلع طبعا. نعم. يعني بحكم نعم. القرابه وبحكم طبيعي. منصبك وانا بمجرد نقله الى مستشفى بيرسي ذهبت الى هناك وانضمنت الى الفريق الصغير، واللي بالمناسبه خليني يعني اقول برضو بشكل واضح كان موجود فقط الدكتور رمزي خوري والسفيره ليلى شهيد والسيده سهى وانا. سهى عرفت زوجة الرئيس. نعم. وليلى شهيد سفيرتكم في فرنسا. نعم. نعم فقط، ولم يكن هناك أي شخص آخر على خلاف ما لأنه كلهم عم يدعوا أنه كنا هناك وشفنا وعملنا لا كان بعض بيجي بعض الإخوان بالكثير بالكثير على الكافيتيريا فوق، لكن لم ينزل أحد إلى حين حضور الوفد الرسمي الفلسطيني الأخ أبو مازن والأخ أبو علاء وآخرين، وجرى ما جرى بعد ذلك. بس عودة إلى السؤال، في الحقيقة يعني احنا ذهبنا الى فرنسا وبرضه مش متاكدين شو الموضوع، وفي البدايه حدث تحسن على صحه الرئيس، والدكاتره الفرنسيين كانوا بيقولوا لنا انه يعني عليكم ان تفهموا انه رجل وضعه العام صعب في عمر معين وكان في حصار لفتره زمنيه طويله وطابع عسكري والى اخره.